وينضم إلينا هاتفيا دكتور مدحت الصالح، أستاذ الإدارة والتنمية المستدامة. دكتور مدحت، بعد التحية، الجلسة الافتتاحية للمؤتمر يعني كان واضح للجميع بأنها كانت جلسة مكاشفة ومصارحة للداخل والخارج، وطرحت من خلال كلمة الرئيس السيسي ورئيس الوزراء وكذلك الأفلام التي عرضت جميع التساؤلات والمخاوف التي تدور في ذهن المواطن العادي وخاصة الشباب. دكتور مدحت، كيف رأيت هذا التوجه؟ ربما كان يطرح رسالة في مطلع جلسات المؤتمر. تحية والاحترام لحضرتك أستاذ يوسف والأهل مسبيرو جميعا. شكرا. أسعدني حضور سيادة الرئيس فيها، وهذا ليس إلا كلام جاد دفعت في هذا الأمر أسعد، لأن كل الأخبار بالطبع كرجل أكاديمي متخصص في الإدارة والتنمية المستدامة، التنمية المستدامة اقتصاد، سياسة، إدارة، بيئة، كل الأزمات الحالية الموجودة في مصر هي في صميم وفي قلب التنمية المستدامة. نعم. كنت بتابع حضرتك المؤتمر على مدى الشهر الماضي تماما، واسعدني حضور سياده الرئيس النهارده للجلسه الافتتاحيه، لان ده بيدي ثقه لرئيس الدوله القائد الاعلى يحضر المؤتمر ويبتدي كلامه بمنتهى المكاشفه والصراحه والدنيا، ويطلب من الجميع الاسهام في ايجاد الحلول الجاده. بل بالعكس، سياده الرئيس ذهب في احد تصريحاته خلال الايام السابقه والحكومه ودوله رئيس مجلس الوزراء ان المخرجات بتاعت الخاصه بالمؤتمر سوف قد يصبح منها ما هو تشريعات ملزمه للجميع في هذا الاطار. لذلك تلقيت حضور السيد الرئيس بشيء من السعاده الاكاديميه والشعبيه. ما هو انا في الاخر كنت استاذ جامعه، كنت خبير، كنت لا اكاديمي، في الاخر انا مواطن من هذه الامه. نعم. الجلسه الافتتاحيه كانت رائعه جدا، وان سمحت لي حضرتك اشير لمؤتمرين مهمين جدا. احنا عقدت مصر اربع مؤتمرات اقتصاديه سابقه. نعم. اهم مؤتمرين فيهم كان 1982، وده كان يلي ما ازمات حرب اكتوبر وما الى ذلك. كان المؤتمر الاقتصادي الاول، كانوا مسمينه المؤتمر الاقتصادي الاول، وكان كبير بالفعل. والمؤتمر ده 1982، ثم المؤتمر اللي تجدر الاشاره به كان مؤتمر مصر والمستقبل في 2015. وكانوا الاثنين في ظروف استثنائيه، الاول اعقاب حرب اكتوبر وما تلاها واغتيال السيد الرئيس أنور السادات رحمة الله عليه وتولي الرئيس مبارك رحمة الله عليه زمام الأمور، ومصر في أزمة اقتصادية طاحنة ومفاوضات السلام والمقاطعة العربية وأزمات غير عادية. نعم، ربما أزمات شبيهة بما نعيشه اليوم. دكتور مدحت الصالح، أستاذ الإدارة والتنمية المستدامة، شكرا جزيلا.